تعالوا بقى نعمل البهارات التانية، وهي البهارات السمك. بهارات السمك كمان من البهارات المميزة جدا. يلا بينا، تعالوا نقول مقاديرها. بهارات السمك عندي كمون وكزبرة، فلفل اسود، زر ورد، عودين قرفة، بابريكا، توم باودر، رشة من ورق اللورة المطحون، جوز الطيب. ادي البهارات بتاعة السمك. يلا بينا هناخد كده جوز الطيب هنا، هنحمص شوية اللي هما احنا محتاجينهم، وهناخد كده زر الورد والكزبرة هنا كده، ورقتين الورق اللورة والقرفة. خلاص اهي، عايزين نكسرها كويس. والله طيب نعمل دي كده. عايزه اقول لكم الجوز الطيب دي بيحطوها في وصفات كتير جدا، شوكولاته سخنه، الشاي، بتتحط في التوابل بتاعه القرنبيط، البطاطا الحلوه حطوها فيه مع التفاح، الحاجات دي. بصوا كده، تعالوا بقى ناخد باقي التوابل. بهارات السمك تعالوا كده بسم الله. بتبقى سخنه وكده، ننشف البوله ونبدا نحط الورقه بتاعتنا لبهارات السمك. مهمه قوي فيها بهارات السمك دي، وهناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بهارات السمك هنوديها هناك. ونعمل